حياكم الله، يا اهلا وسهلا، يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا مرحبا يا مرحبا، كيفكم؟ عساكم طيبين، يومكم جميل، يومكم سعيد باذن الله. مكلمكم طبعا من ولاية صحار مباشرة، وبالتحديد بسيح مويلح طريق صحار. المفاجأة طبعا طالع من مركز الشرطة في ولاية صحار، مركز الخدمات، فقلت ابي اطلع حاجه اخلص معامله، قالوا لي تتخلص في مركز شمال الباطنه، قياده شمال الباطنه. لكن لما جيت اتبع الطريق تفاجات ان الطريق ما مكمل، يعني مش معبد كله، شارع بعدين شارع جليدر. يعني مركز الشرطه المفروض يكون يعني له طريق يوديك من كل الطرق، لازم يعني مثل هذا الطريق. بصراحة أنا أشوفه طريق أساسي جدا، لأني أنا واقف الحين من 5 دقائق 10 دقائق ما شاء الله السيارات رايحة وراجعة عليه، والطريق هذا يربطك بكثير خدمات. طبعا هناك مراكز الشرطة، المراكز الخدمية، ولله الحمد هناك في شارع بالإضافة لشارع المستشفى. تفاجأت أن نادي صحار هني شكله نادي جديد يعني، ولكن لما جيت أكمل هو شارع واحد سيد رونسيد، بأن الطريق ما مكمل. وهذا الطريق يوديك كذلك لقيادة شمال الباطنة، يعني من الطرق الأساسية بصراحة، يعني اللي فيها كثير خدمات ما شاء الله، وخدمات أساسية في ولاية صحار وبالتحديد في شمال الباطنة. يعني فنتمنى مثل هذه الطرق، يعني المفروض طريق قيادة شمال الباطنة كل الطرق اللي تسلك لهذه القيادة تكون مرصوفة في شارع قار يعني. وهذا دور وزارة النقل طبعا. يلا نتمنى نشوف شارع قار بهذا الطريق بأسرع وقت ممكن. على فكرة أعرف أن هذا الطريق مش الطريق الوحيد اللي يوديك على القيادة. أنا الحين جاي من شناص، أنا أدور على طريق مختصر مثلا، لازم أدور على جسر صحار وأدور على خط السريع وأجي للقيادة. وبالعكس هذا الطريق أقرب لتقريبا جميع أهالي صحار على الخط السريع وعلى قيادة شمال محافظة شمال الباطنة. فنتمنى والله اتمنى نشوف في المستقبل القريب وباسرع وقت يعني هذا الطريق مرصوف، نتمنى نشوفه مرصوف. جزاكم الله خير وسامحونا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.